ويلكم الحلقة الرابعة من سيزون الرابع مايكرو يو سي. ان شاء الله هالحلقة نسوي شيء مفيد، يا يعني نشوف احد، يا يعني نقابل احد، يا يعني نذبح احد، يا يعني ننزل كهف، يا يعني نسوي اي شيء مفيد. عكس الحلقة الماضية كانت كلها مشي، كلها مشي ما فيه. خلنا نذبح شوية بقر، ممكن احتاج اكل. البوردر يصغر الحين، اوكي كويس. بيشو يقول ان بوردر قاعد يصغر حاليا. واو 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 يا عيال يا عيال، قاعد اشوف شيء مره مش ممكن. لا لا لا، هذا اللي خايف منه من جد. ياسر وفارس وفراس وناصر تقابلوا كلهم، قاعد اشوفها في التيم سبيك. هذول اذا قابلتهم مو بموت. يا الله، بهج، بسوي طريقه هج اخوي عامر. أربعة مجتمعين، أنا الحال الحين وكل أخوياني من الحالهم، يعني ممكن يمشون مع بعض لين يقابلون واحد واحد ويشيلونا واحد واحد، يشيلونا واحد واحد ونخسر. لازم نتقابل بسرعة. يا الله والله مشكلة. أتمنى إن دايم يمود وعمر وسلوم يفهمون السالفة ويطلعون برا يدوروني، بس ودور بعض على الأقل. الحين ودي أشوف اثنين من أخوياني مجتمعين. اوكي وين نطيح من هنا؟ اوكي هنا في كهف، ننزل شكلنا بننزل. اوكي ديد اند، والله اني قايل يبي لي انزل من تحت نزله قويه. خلونا على طاري نسوي بيكاكس ثاني عشان هذا حق بينكسر. ويلا خلونا نمشي. والله مشكلة، والله مشكلة، مرة مرة مشكلة. الآن وضع مرة سيء. 44 سهم، لكن يعني بيضبط الوضع لو سويت سهم لخوي ثاني مثلا وعطيته نصها وصرنا اثنين. لو قابلناهم الأربعة برضو ما لنا حيلة يعني، لكن ممكن يعني، ليش لا؟ أربعة الحين، أربعة مع بعض. وحنا للحين كل واحد لحاله، والله مشكلة. اوكي هنا في واحد، يا عيال المنظر هذا مو حق واحد، هذا حق اربعة. قشع ام الشجر اللي هنا، والله المنظر هذا يخوف. اوكي والله المنظر هذا يخوف، شكلهم راحوا من ذي الجهة، ما ادري اتوقع بس. الله يستر. كيف تطيح في هذه؟ والله المنظر يخوف اللي قبل شوي، زي اللي بنحشك حش. ها اوكي في واحد نازل هنا، في واحد مع احترامي له يعني سيء، سيء في سالفة ان الكهوف كذا تفضح نفسك. يا ربنا واحد من اخويانا، مو واحد احمر ان شاء الله، مو واحد احمر. شكله طلع ولا هاي لا يكون انا بس، لا مو انا. لا هذا مو انا، شكله طلع. يب شكله طلع، شكله طلع، شكلها هو راعي الواحد ذاك. شكل بداياته جاء هنا ناظر الوضع سيء طلع. لو انه يعني ستيل جوا يعني مرة سيء وضعك، انه كرافتنج في البداية وفي شموع. انا احيانا انسى واسوي نفس الحركات هذه، المفروض انك ما تشمع الا في نص الكهف على الاقل، مع ان الوضع مفضوح مفضوح، لكن يبقى افضل شوي اهون. طيب خلنا نبقى فوق الشجار وندور اي واحد يا من اخويانا يا ضدنا. اوكي هنا هذي بتطيحنا. يا شباب البوردر بدأ يصغر. اوكي صار له 4 دقايق. اوكي يلا خلونا ننزل ونمشي.
الله يعين. في دجاج هنا لكن خلاص 40 حبة تكفي تكفي قبل ما اموت اذا قابلت الاربعة ذولي. اذا قابلت الاربعة ذولي لا محالة. يعطيكم العافية على المشاهدة وهذا السيزون الرابع. اوكي طيب. او شجركين ما شفتها او ما انتبهت لها. اوكي هناك في شجر والله في شجركين هنا واجد. طيب هل هذا الوقت اللي ننزل فيه كهف الحين؟ ايش رايكم؟ على اساس ان لقينا كهف زي الناس من الصبح احنا ندور. هناك في دخلة كهف هنشوفها. يا واو في سلوم. اوه كفو سلوم زود قلوبه لقى دايم لقى جولد. اوكي انا عيوني تحكني شوي. طيب بسم الله ان شاء الله كهف كويس هذا. لازم خاطر لو مرة واحدة. اصبر ما ودي خاطر بغباء. هنشوف هنا في احد. ما في احد. في احد ما في احد والله ما ادري. بسم الله قاعد اسمع اصوات لكن ما ادري من وين يجون. اوكي في زومبي وسكلتن. اوكي هناك في سكلتن. ثواني انا في عندي مشكلة. لا 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 بروح اسكر على نفسي. اوكي مشكلة انك تدخل كهف وله مداخل ومخارج واجد. هنا من جد تنكب. طيب خلنا نسكر على نفسي. يا سكرت الموت عاد. شلون مات هذا القوش؟ اوه مين جي جي؟ فارس طاح من فوق! جي جي! شلون؟ فارس مات! اوكي! انا شوي تحمست تحت هذه. يا كابتن اوكي. قاعد اسمع صوت واحد ثاني هنا. بس ما ادري وين. هناك في لافا، في اصوات لافا هناك. اوه بغيت اطلق على نفسي بو. اوكي هذه مشكلة اني احط الشموع والاشياء في مكان واحد. اذا صح التعبير يعني. اوكي هذا كهف كويس لكن والله حسبته دايموند. كذا شفته شيء يلمع. ما في شيء هنا. هي نزلة حلوة لكن مو قادر احصل شيء. انا بدخل هذه الدخلة قبل ما انزل ذيك. صدقوني يبي لي اجمع الحين. بيجي يجمع والله هنا يخوف المكان. امسكر. ابى اجمع شوية كول لان تقريبا ليتني مجمع خشب يا اخي. كل ذي الطلعة ولا جمعت خشب. تكذب يا ريان. والله جي جي فارس مات. اوكي هناك في ويتش. في ويتش هنا بثرة. اوكي وش في امه ذا معصب علي. اوكي تعال تعال بهداوة يا كابتن بهداوة بهداوة يا كابتن. وين راح؟ ايوه تعال تعال من هنا. ايوه
بل انت لو تضربني مو بتنقصني نص قلب ولا قلب، ثلاث قلوب مدري. ليه سحب علي؟ ايوه يلا خلص علينا عاد. اوكي اوه في واحد ثاني والله. بيني وبينكم مره قامت من الكهوف مره مره يعني، مو مره واحده، مره 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 بس يعني من جد يخوف. شوف كم فيه من سكلتن وكم فيه من يعني يعني اذا والله بموت بروح. لكن اوكي طيب، ما زال هنا في نزلات ورقيات وطلعات. خلونا ننزل مع النزل اللي يعني نحس انها كويسه كذا. اوكي هنا فيه. طيب اوكي ان شاء الله ينزلنا على لافا كذا. النزله والله حلوه. مو هذيك الا صح؟ اتوقع ايه. يلا تعالوا تعالوا خلنا نذبحكم. الله صبرنا عليكم. اوكي باقي كذا واحد منهم. وين راحوا؟ واو شوف مين جاء. هذا كيف تتعامل مع الواحد؟ والله جد كيف تتعامل مع الواحد ذا؟ ظهر تضرب من فوق كابتن. ايوه تذبح من هنا. والله في موبز مره واجد اللي قاعد اشوفه يعني، في موبز بزياده. اوكي يعطيك العافيه يا اخوي. يا اخوي خن خاطر والله العظيم. خلنا ننزل تحت على طول بس نقابل احد بس هنا. اوكي سكلتن. اوكي مع السلامه تحت. والله مو مع السلامه الصراحه. اوه امرالد، اوه جولد، حلو. اي يا شيخ كذا الموارد الصح. في سكلتن هنا صح؟ يب في سكلتن. كم هير سكلتن. اوكي اسهم ما نقول لا ما يحزن. اوكي حلو. واحد اثنين حلو والله حلو. ست حبات ما هي سيئة. يلا امرالد اي اكس بي، بس بغيت اقول اكس بي وتوقعت انه ما في اكس بي. طيب هاي كان فينا ولا وين طس؟ وين راح؟ كان هنا في سكلته. وين راح؟ اوه شكل راح المويه ومات. طيب هنا في لافا لين بكره، فبحاول اني ادخل على جوا من كل الطرق واطفي اللافا هذي. بدخلها من اليسار وبطفي اللافا. اوكي الوضع الى الان كويس. ها ثواني اللافا قدام. ف في قدام وفي يمين، في واحد يمين هنا. اوكي حصلنا جولد كويس على الطريق. يب اللافا هنا، ما ودي اكسر الجولد. ها هذه ما ادري وريفر. المهم خلنا ناخذ الجولد بس. كويس على الاقل جانا جولد، شوية جولد هنا. لا والله كثير والله. يمكن الحين تكفينا. هي الوحدة كم؟ 8 16 لازم نجيب 16 عشان 13 معنا. اول شيء لازم نحرقها. اوه بوردر
بوردر بوردر بوردر بوردر بوردر بوردر بوردر بوردر بوردر بوردر لا 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 مرة 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 لا اني اموت بوردر لا ارمت علينا الدلاب فوق ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة بسرعة 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 بوردر لا تكفى يرحم والديك يرحم والديك تكفى تكفى بسرعة واو واو يا حبيبي عليك يا حبيبي عليك بسرعة فوق 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 هوو تكفى طلعني وين كان الطلعة وين كان الطلعة ابغى اي طلعة اي طلعة على فوق اي طلعة على فوق يمين 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 بعدين البوردر واو حتى في جولد ما اخذناه اوكي نقصنا قلب ونص واو واو والله البوردر يخوف الحين الحين ان شاء الله يمدينا في وقت بس نبغى نسرع يوه والله يا البوردر يقمط اخذنا نص قلب من ال من ال شو اسمه الله من الجرافل هذا شيء مره سيء بس من العجله وبرضو اخذنا قلب كامل من سكيلتن لكن ما هي مشكله اهم شيء ما نموت من البوردر بس هذا هنا هنا الو مين مات عمر مات لا عمر مات مره لا جي 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 عمر هاو اوكي طلعنا طلعنا ان شاء الله ذكرت مين في واحد تكسر عليه البك وكان يطلع لفوق والله مسكين ظهر ريفلكس ابراهيم شيء زي كذا اوكي هذا البوردر واو جي جي طيب حلو نبغى نحصل احد الحين نبغى نحصل احد ياسر شو السالفة في روم فيه ناس واجدين في عمر هناك مع انه مي اوه سلوم اوكي ودي اكتب سلوم انت من البوردر ما ودي يموت في البوردر هو اوكي حصل دايموند سلوم الحين مين باقي باقي ياسر وابراهيم وفراس اخوه مع بعض باقيين طب خلينا نصلح بس اوه لازم نحرق نسوي هذه نحرق ال اوكي خلها نحاول نحرقها كلها اوكي ما رحنا كل جولد نابل هذه الا بعدين يعني عشان يعني سوم ستيكس نسوي لنا شويه ارز امرد ما نحتاج بس لا يجينا احد اوكي ناخذ الجولد واو ابغى اقابل احد من اخوياي يا ناس والله مشكله كذا يعني مشكله هو حلو ان نزلنا اخذنا شويه جولد والله اخذنا 13 حبه جولد حلو يعني جولد يعني جولدن ابل واحده كويس يعني تصدقون ما استفدنا والله ما استفدنا دخلنا نقصنا قلب ونص وبنزيد قلب ونص يعني بس يمكن اهون لو نزل لو ما نزلنا يمكن قابلنا ناس او شيء طيب باقي أربعة باقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أحمر وأربعة أخضر يعني شيء مش ممكن أبدا مش ممكن ودي قابل أخوياي الحين حتى أخوياي ما تقابلوا أوكي أوكي أخويانا ما تقابلوا ما تقابلوا أصبر ثواني ناصر أوكي ناصر ويسير وأخو ياسر ذبحوهم هذا الشيء ما يبشر بالخير ابدا جولدن ابل خلنا بس نطبخ هذه الثلاثه ونروح الخوف ايش الخوف اننا ليتنا محصلين دايموند عشان نسوي على التطوير ونخلي مثلا عنده 13 ليفل مثلا نخلي البو باور مثلا 2 ولا 3 اذا قدرنا يعني ممكن نسويها بالانفلز والاشياء هذه لكن مره الحمد لله بس طلعنا من البوردر هذا الحاله الشيء هذا بس الحاله
شيء جميل. يعطيكم العافية على المشاهدة الحلقة الرابعة هذه. ان شاء الله الحلقة الخامسة تكون فيها ببيئة ونحصل احد ان شاء الله. فيب بيرتب او يلا مع